السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واحبابي في الله، اهلا بكم في قناتنا قناة منوعات نور. جينا النهاردة حلقة جديدة من سلسلة المرأة والحمل، هنتكلم فيها عن طريقة علاج كلف الحمل. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، احب افكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. محتويات الفيديو بتاعنا: استخدام كريم واقي الشمس، الاعتناء بالبشرة، استخدام دواء الهيدروكلين، استخدام خل التفاح. نبدأ الفيديو بتاعنا. بسم الله. استخدام كريم واقي الشمس: يعد استخدام كريم واقي الشمس طريقة وقائية للتقليل من حدوث كلف الحمل، بحيث ينصح باستخدام كريم الوقاية الذي يحتوي على SPF 15 على الأقل، خاصة عند تواجد المرأة الحامل في الخارج. كما يمكنها أن تلبس قبعة لحماية البشرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس. كما تحذر الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية من تعرض البشرة لكمية كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية عندما تمشي المرأة في الشارع أو عند ركوبها في السيارة أو حتى عند جلوسها عند النوافذ. لذلك ينصح بالحد من الوقت الذي تقضيه المرأة في الخارج، خاصة ما بين الساعة 10 صباحا والساعة 2 بعد الظهر. الاعتناء بالبشرة: يفضل أن تتجنب المرأة الحامل إزالة شعر الجسم بالشمع، لأن ذلك يؤدي إلى تهيج الجلد مما يجعل الكلف أسوأ، خاصة في مناطق الجسم التي تتأثر بالكلف أكثر من غيرها. بالإضافة إلى ذلك، يفضل أن تستخدم المرأة الحامل منتجات العناية بالبشرة المصممة للبشرة الحساسة، وذلك لأن منظفات وكريمات الوجه تؤدي إلى تهيج البشرة مما يؤدي إلى ازدياد الكلف سوءا. استخدام دواء الهيدروكلين: يعد هذا الدواء أول علاج شائع للكلف، بحيث يتم وضعه على البشرة ليساعد على تفتيحها، كما يأتي على شكل كريم أو غسول أو جيل أو سائل. ويمكن للمرأة الحصول على هذا الدواء من دون الحاجة إلى وصفة الطبيب. استخدام خل التفاح: يعد خل التفاح من المواد الطبيعية المعروفة لحل مشاكل الشعر والبشرة، كما يعد علاجا جيدا للكلف، وذلك يعود إلى احتوائه على حمض الخليج الذي يعتبر مبيضا طبيعيا ومزيلا لبقع البشرة، كما يجعل البشرة ناعمة ومشرقة. ويمكن استخدامه من خلال مزج كميتين متساويتين من خل التفاح والماء، ثم وضع المزيج على المناطق المصابة بالكلف وتركها حتى تجف، ثم غسلها بالماء الفاتر. ومن الجدير بالذكر أنه ينبغي تكرار الوصفة مرة واحدة يوميا. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. اشوفكم على خير في حلقة جديدة من قناتنا قناة منوعات نور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.